خش يا اختي. أمان عليك يا عبد الله، لو مت أو جرى لي حاجة خلي أبويا وأمي يسامحوني. يا بنت ما تخافيش، إن شاء الله خير. يا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل يا عمر. هو انت ال ايوه انا. خد بالك بعد العمليه اوعى تقرب لها ولا تيجي جنبها. ده لمؤاخذه احنا سيادتك احنا دخلتنا بكره. بكره؟ لا ينفع طبعا. مبروك يا عريس. ممكن بقى حضرتك تتفضل بره تستناني لغايه ما اخلص شغلي وبعدين انا. الموضوع ده بقى حصل من امتى؟ سنتين. انت مع كم مره؟ مش فاكره. لا 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 حاولي تفتكري. مرتين ثلاثه كده. بعدين بقى انا عاوز اشتغل، عاوزك تسيبي لي نفسك خالص عشان العمليه تطلع نظيف. ها عارفه كل الستات اللي دخلوا عندي طلعوا كلهم بنات. في ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ انت بتعمل ايه؟ في ايه؟ انت عاوز ايه؟ انت بتسوقيه بعمرك، ما كنت تشطري عليه وتسوقيه هو. العب العب. مش انا. لا مش انا. اعمل ايه؟ ارجع الحاره وافضل طول عمري عيني مكسوره قدام الناس وقدام ابوكي ولا اعمل ايه؟ ادور على دكتور تاني يلعب بينا وابقى واقف مطاطي قدامه؟ نهرب يا عبد الله. انا ما غلطتش، انا طول عمري شريفه ومحافظه على نفسي. ويوم ما سبت لك روحي كنت كاتب كتابي، يعني جوزي على سنه الله ورسوله. احنا مش عايزينه في حاجه يا عبد الله، نروح انا وانت في اي مكان وربنا معانا. يعني مش هيجي عليك يوم تقولي عايز اشوف امي؟ انا نفسي في حضنها من دلوقتي، بس اعمل ايه؟ يا الله ربنا بقى هو الوحيد اللي عالم بحالي، هو الوحيد اللي عارف ان انا ما غلطتش. يا رب يا رب انت الوحيد اللي عارف ان انا ما غلطتش. يا رب يا رب. ما تعيطيش يا جميله. يا رب يا رب. انت بتعيطي ليه؟ انت مراتي يا جميله، عارفه يعني ايه مراتي؟ مراتي على سنة الله ورسوله، يعني اعمل معاك اللي انا عايزه في اي حته وفي اي وقت. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، لا يا لهوي. الناس يا عبد الله، الناس بتتفرج علينا يا عبد الله، الناس يا عبد الله، الناس بتبص علينا يا عبد الله. يا عبد الله في حياتك ايه؟ في ايه؟ مراتي يا عبد الله. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ كفايه يا عبد الله. لا يا عبد الله والله العظيم مراتي. ايه؟ والله العظيم مراتي. ايه؟ يلا بري يا عبد الله. ايه يا عبد الله؟ كفايه انا فضايح يا عبد الله، كفايه انا فضايح. ايه؟